السلام ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة استراتيجية الحياة. من غير ما نفكركم، كان فاتتكم أي حلقة نجموا ترجعوا تتفرجوا فيها، وتو خنكملوا مع القاعدة التاسعة والقاعدة العاشرة. نبدأ بالقاعدة التاسعة، عليك أن تحدد قبل أن تسعى. مازالك حاجة واحدة وتكون جاهز للانطلاق في الرحلة متاعك، لازمك تحط في بالك أهداف وطموحات مدروسة مرنة ومتأقلمة. شو معنى هالكلام هذا؟ نقوله مثلاً أنت جيت تبيع كهرباء، عملت لها إشعار نقوله إحنا ب 15 مليون. تتصور أنت جيك واحد يقول لك أوه والله محلى هالكهرباء، هذه تستحق 20 مليون بصراحة، ويعطيك 20 مليون بطبيعة لا، موش يجيك يقول لك طيح لي زوز ولا ثلاثة. نفس الشيء بالنسبة لحياتك، يعني باش تطلب منها أبسط الحاجات أكيد باش توفر لك أبسط الحاجات، يعني مش أقل. على هذاك لازم تخمم في أهدافك بطريقة معقولة. نتعديو لمثال آخر، نقولوا وإحنا أنت مع بيبي والبيبي هذا قميقي وصيح، بطبيعة أنت لهنا ماكش باش تنجم تفهم شنيا حاشو، خاطر هو ما يعرفش يتكلم. كيف حياتك؟ كان ما تحددلهاش شنيا أهدافك، منين تحبها تعرف، خاطر أنت ماكش بيبي والدنيا ماهيش أمك باش تعرفك شنيا حاشك من غير ما تتكلم. القاعدة العاشرة والأخيرة، الحياة تتطلب أفعال. القاعدة هذه تتلخص في ثلاثة كلمات اللي هما بي دو وهاف. تو احنا نقولوا بريسك كملنا مرحلة البي، تعلمنا كيفاش نخمو كيفاش نتصرفوا وخاصة كيفاش نتخذوا قراراتنا. تو الرسمي الدو الفعل، عالدكتور فيلي يحكي لنا قال كي كنت صغير كانت في الحومة عنا حجرة كبيرة نتسرفوا عليها ونلعبوا عليها احنا الصغار، وفي الصيف تلقاها الشمس ساطعة فيها دونك تقعد عليها تتحرق، يجي الصغار يلعبوا يوصلوا للشطر الثنية ويتحرقوا ويقفوا غاديكا ما يتحركوش وما يعرفوش شنيا يعملوا. والمشكل قد ما زادوا قعدوا قد ما زادوا تحرقوا، على هذاك لازمهم يتخذوا القرار بسرعة، يا إما يواصلوا وإلا يرجعوا بالتوالي. نفس الشيء بالنسبة للخطوات اللي باش تعملها في حياتك، الألم يولي محفز باش تغير، والتغيير ينجم يكون للأمام وينجم يكون للوراء، ما كانش نكونوا ضحايا الخوف كما في السيناريو اللي فات. وهكا نكونوا كملنا تلخيص المتواضع متاعنا، إن شاء الله تكونوا استنفعتوا وتعلمتوا حاجة جديدة من السلسلة هذه. وهوكا اللي يحب يزيد يتعمق نخليله اليوم تاع الكتاب PDF في الديسكريبسيون. كان عندكم أي أسئلة ولا اقتراحات لفيديوهات أخرى نجموا تخليوها في التعليقات. نتلقاو المرة الجاية وما تنسوش نحبوا الدنيا تشعل كرياتيفيتي.